مرحبا يا جماعة الخير، بعد فراق لفترة من الزمن مع عز الأصدقاء صديقي وأخوي الكبير أبو مينا وأخوي العزيز الغالي أبو أحمد مناضل ياسين، اليوم جينا على مطعم أنا يعجبني أدعمهم، مال صديق إيراني اسمه حميد وزوجته، يعني ناس مكافحين أخذوا مطعم اللي اسمه هو منزل القرية الكويفي، فجابونا أكل. شنو رأيكم به شباب أبو مينا حبيبي؟ والله كان أكل جدا طيب، يعني تجربة جديدة بالنسبة لي، خاصة هذا البقشة كباب very nice. أبو أحمد، مكان مميز وكراسي وأكل يعني number one. مال بيت يعني تحسه زين. وفقرة الشاي شلونها؟ شاي والبقلاوة، يعني طبعا هذا الشاي ويا زعفران، شاي راقي يعني. وشنو اللهات اللي هاتك بالله؟ لا والله هذا هو شاي. جربه شنو سواه على قولته؟ غليظ غليظ سواه غليظ. ايش قلت ابا؟ والله شاي روعة، شاي السنجين عراقي، وخاصة ورا هاي الأكلة الطيبة. ما شاء الله. خوري هذا الزجاجي البلوق قاعدة فرفوري. فرفوري زين. ايش تعطوني انا على هالجيبة هاي؟ تدفع حسابي. حتى نشجعك. تحياتي لكم، مع السلامة.